عبود يوجد إعادة المحاولة فيما بعد وشكرا. عبود مش جاي الشبكة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا معبود؟ ايش اخبارك؟ والله الحمد لله كويسين. والله انت كيف؟ كيف الاولاد؟ والله بخير الحمد لله. والله الحمد لله كويسين، بدنا اياك بس لو نكون احنا عندك يا رب. يا رب ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب ان شاء الله. أصعب رمضان والله يا رب. هذا رمضان اللي مر علي هذا أول مرة أعيشه في حياتي بعيد عن أولادي. أنا ما حصلت الحرب، أنا طبعا يعني الأمور يعني تاني يوم قفل الماب، بعدها الأمور يعني بدأت تتعاد وخلص، فهمنا إنه الموضوع إنه الأمور مش هتبقى زي كل مرة. أنا الأساس كان عندي إن أنا أرجع تاني على أولادي وإن شاء الله أموت في وسطي. الفكر صعب يعني، أنا أتعايش مع أولادي وأمي مش موجودين معي وأنا مش موجود معهم. والسلوان الوحيد انه انا ممكن افتح التليفون جوالي واشوف الصور بتاعتهم، فيديوهاتهم، حاجات اللي كانوا دائما كانت مشتركه بيننا يعني زي كده. يعني لما بمشي مثلا واشوف الفوانيس دي اكتر حاجه كمان بتاثر عليا، لانه كنت دائما هيتعود حتى الشباب الكبار وزوجاتها يجيب لهم فوانيس في رمضان. ما اشتريتش السنه دي، حرمت ان انا اشتري لهم وانحرموا ان هم يلعبوا بالفوانيس. الشغله اللي تنقصني هي اولادي وبيتي وحياتي اللي كنت عايشها. الحمد لله ابويا وامي كانوا عايشين يعني، بس اول مره احس باحساس اليتم، رغم ان انا اب يعني، بس انا اول مره والله اشعر اليتم، انه انا فقدت كل شيء وان انا يعني لا حول لي ولا قوه. هيني قاعد دفتر هيني. ايش تطبخ كل يوم؟ والله بعمل صينيه مسقعه. ماشي، صحه وعافيه. مع السلامه. مع السلامه.